ناخذ احمد من الطائف، تفضل يا اخي احمد. هلا ابو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابغى اسال عمرك. تفضل. في عندي زوجتي عندها عرض سكنيه وهم ايتام، وكانت على رباهم جدهم او ابوهم، وبعدها توفى جدهم وملكوا الارض هذه عمانهم ولا اعطوهم شيء من هذا، وذلك انهم ارسلوا على جدهم مع الخير، ارسلوا ورقه عشان يوقعون عليها، ما يدروا على ايش يوقعون، وهم وقعوا عليها ما يدرون مسافر، وراحوا طلع عليها فك وسووا لهم فيها عماير، طلع عليها فك وسووا لهم فيها عماير ولا اعطوهم شيء من هذه الارض. يا اخي هذه فيه ارتداد يا شيخ. طيب أقول هذه مشكلة تراجعون المحكمة فيها، إذا كنت كما ذكرت أنه أخذ حق الأيتام وتصرف فيه لنفسه تراجعون، هذا ظلم، وتراجعون المحكمة فيه. نعم.